مهضومين على بسكليت وحده، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، هي بالسطل حطت ايده هون، بده ها شو هاللعبه؟ شو هي حطتها الماما هون؟ هذا وين هو؟ كيف رايح؟ كيف حملتهم هالموتوسيكل؟ انه حطت ثلاث اولادي قدام وهوديك يلا. هيدي عائلة؟ لا. هيدي عدد؟ لا. هودي بحبوه؟ لا. زبونات هو. حشر. لهالسبب بتشوفوا اليوم العالم خايف انه الاسلام مليارين. ناتشرال سيلكشن، الشجرة اللي بتحمل كتير، شلو الحلبة اللي لازم يقعوا. في كان رجالين بضوابة الجمارك، كان الأول ياباني ومعه كيسين هيك كبار، وكان الثاني بريطاني وكان بيساعد الياباني على المرور بحقائبه عبر بوابة الجمارك. رنت ساعة الياباني بنغمة غير معتادة، ضغط الرجل على زر صغير بساعته وبدأ في التحدث عبر الهاتف الصغير للغاية موجودة في الساعة. أصيب البريطاني بالدهشة من هالتكنولوجيا، شو التكنولوجيا شو هذا؟ شو عم يعمل هيدا الياباني؟ قال له بتعطيني هي؟ بعطيك 5000 دولار على هالساعة. قال له لا. استمر البريطاني بمساعدة الياباني بالمرور بحقائبه عبر الجمارك، وبعد كم ثواني بدأت ساعة الياباني رن 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 رن. هالمرة فتح الرجل غطاء الساعة فظهرت شاشة ولوحة منفتحة هيك دقيقة، استخدم الرجل لاستقبال بريده الإلكتروني والرد عليه. نظر البريطاني للساعة في دهشة شديدة وعرض على الياباني 25000 دولار. قال له لا ميرسي شكرا ما بدي. رنت الساعة مرة ثالثة وهالمرة قال له دخيلة بعطيك 300000 دولار. شو هي؟ بيحكي معهم وبيسيروه ما بقى بس هيك شو هي؟ سألوا الياباني إذا كانت النقود معك بتعطيني 300000 دولار؟ أخرج البريطاني دفتر شيك وحرر الشيك بالمبلغ فورا. عندها استخدم الياباني الساعة لنقل صورة الشيك إلى البنك. قال لك بركي الشيك مزور يعني يقوم ميري بلبنان هيدا، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابه بسويسرا. تك تك بسويسرا. خلع ساعته وأعطاها للبريطاني ومشي. انتظر وصرخ البريطاني قال له دخيلك بس نسيت هالشنت أنت هون. قال له لا هيدي الشنت بطاريات للساعة. نعم كم مرة في مجال العمل رأيت أو سمعت عن فكرة رائعة ثم قمت باعتمادها فورا بدون أن تفهم طريقة عملها بالفعل. انتبهوا شو النتيجة. ما تشوفوا إنه هيدي، شوف شو في وراها، شوف مين اللي جارر مين. هالساعة اللي بإيده ما بتمشي بلا هالمكانات. وهيك ببيوتنا بتشوفوا اشياء كتير متنبهوا فيها، هالقصور وين مكان وعند المدير العام وكله. شو بتشوف شرايط؟ شو بتشوف اشياء؟ شو بتشوف مدفوعات؟ شو في فواتير بدك تدفعها؟ نعم كلنا لازم يكون عندنا هل بيسمون هالحجاب او الحائط بيني وبين هالشر. هالشر منه برا، لحوي فيه وفينا انطوى. ولكن نحن قد ما عم نحكي عن الحجاب ما حدا بده العرب، مش لانه ما بدهن عرب، لانه خافوا من الحجاب، ما فهموا شو هو هالحجاب، اي حجب، وين الزنا بكل حواسنا، وشو الحجاب عن ما كل ما هو دون الله. شوفوا في احدى الخطب عن الحجاب والتحجب يقول الامام علي الاحتجاب هو للمؤمنين والمؤمنات عن كل ما هو دون الله، حجاب الجوارح لتكون من أصحاب النفس المرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سؤال واحد نسأل نفسنا، علي دين؟ الدين غضب الله والوالدين قبل أن يجف عرقه. بس كل واحد منا كون قد ما فيك بس كم دقيقة بالنهار هدي حالك. بتشوف أكثر الناس عنا اليوم على الطريق بعمش عم بيهز، قاعد عم بيهز إجريه، عم بيهز منه موجود، منك بالوجود في شقفة كم لحم وعظم قاعدة، أفكارك منهن هون مشتت هون، مكنة مع مكنة، قايل مع قايلة مع قايلة.
99%. لهالسبب العلماء عايشين وحدهم بخفر وخفة. سألت حالك شي مرة ليش أنا عم بهز؟ ليش عم بيكون ضفيرة؟ ليش عم بيكون محطة؟ حجاب العين، العين زناها النظر، فاستحي من خالق البشر وغض البصر. ولماذا النظر؟ كل تعب وكدر، فوالله القلب يشكي والروح تبكي، ولكنك يا مسكين غافل لا تدري، والنفس الجبارة بين الرغبات محتارة. يا خسارة ألم تدري أن الدنيا تجارة، رأس مالها البساطة والربح فيها امتلاك. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. عم نحط قناع، كلنا لبسين بيرسوناليتي، بيرسونا. عاشوا أهلنا وجدودنا. أنا بي ما كان يجيب مصاري بس يطلع على تنورين أو ينزل على فرح الدا ويروح بشعله. ومرة جيب معه بنت، قالت له ليش أمي جبتها؟ قال لها مع السل بتعيش معنا بتصح. قالت إيه. كان في بساطة، كان في بركة، كان في تقوى، بس كانت عن جهل، ما حطوا العلم، مشان هيك راحت. بدنا نرجع نفهم. I want to understand, I want to know. I don't believe in believing. ما بصدق لأن أمي قالتك أو بي. أنت مش أمي وأنت مش بي وأنت مش أختي، إيدك مش إيدك. التكفل مش تبني. نحن منفسر على ذوقنا تفسير جاهل. حجاب اللسان، حجاب اللسان أن يصان فلا يهين كما يجب، انتبهوا، ولا كما يحب، انتبهوا، أن لا يهان، فلا تقول فيه كذا وأنا أقول الحق فأنت فيك كذا وهو يقول الحق والحق يقول، أن لا تقول أنت ولا هو يقول. قال تعالى لا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم البعض. نبقى قاعدين كلنا عم نشكر بحنة، بس تفل حنة منسب حنة. كلنا منحبها لمريم نور بس تموت، بس هي وطيبة 99.99 منرجمها ومنسرقها ومنكذب عليها. يا خي يا ريت فيك تسرق القمر، قال له مش يقلي بالبيت. هيدا تاخد الأواني، خد المعاني. نعم، ولا تتجسس ولا يغتاب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكم جيف أكلته بالحق تعللت، لهذا الحد وصل فمتى ستكتفي؟ كلنا منسب بعضنا، وصلنا لهون ما حدا لبعضنا أبدا، عم نعض بعضنا. كذبوني في إيه؟ منسرق، منكذب، باسم اليتيم منشحد. مين هو اليتيم اللي ما عنده أخلاق؟ حجاب اليدين فلا تبطشان أو تمسك بهما المال الحرام. 99% مال حرام يا أخوتي، هذا اللي وصلنا لهون. كل أموال المصارف وأموال الدعايات وأموال الكذب كلها حرام. حتى أوشو ما قدر يحلل، أخذ كل مال الحرام وعمل جنة على الأرض، سمم وانقتل. فإذا منين بدي يجي أعطينا خبزنا كفات يومنا؟ اللي أعطاك النفس اليوم بعطيك إياه بكرة إذا لازم تعيشي بكرة. وأول الكذابين أنا، ببيتي في مي وفي مصاري وفي كارت إذا مرضت، ومني عايزته إن شاء الله أبدا، لأني عايشي بلبنان ما في جماعة، بالجماعة من نام ما في مي، ما في خبز، ما في ملح، ما في إلا بدلتين، بدلة كفن بتحطها قدامك بتضلك تشوفها، وحذاء برا. وكل يوم عنا خبزنا كفات يومنا، كل يوم بتجي خبرتكم عند بركة الله نعيش هيك، ما في شي جوا ممنوع. ساعتها كلنا كسنين المسط، ما بتشوف المال، بتشوف ورق من الشجر، وبتجي كل أكلك. حجاب القلب جوهرة النفس التقية ذات الروح الأبية، عند ربها راضية مرضية، عاصية وللاستغفار ناسية. يوح القلب من نفس قاسية، اجعلها سكنا لحب الرحمن، واطرد منه وساوس الشيطان. يا حبيبي وقل الآن تبت يا رحمن،
واجعل لي بيتا في الجنان ونوره بالذكر والقرآن، وارحم عينيك بالبكاء، وامسح من القلب ذاك الجفاء، وازهد في دار الفناء، وارتقي بالروح إلى عنان السماء. كل عنده شرح بالحرف، إذا كتاب معين الدين بتشوف حرف الألف شو طاقته، كل كلمة بتقعد بتتسلى بهالكتاب وبتسمع فيه شو هالكلام. بدك تعرف بس عربي كتير منيح وإنجليزي أحسن كمان. كل واحد منا بيقول ما في سحر، بلا، ما في شيطان، نعم، ما في حسد، نعم. الحبيب قال، الإمام علي قال، المسيح قال، والعلم عم بيقوله. مشان هيك تحسد وبتحطهم فيك، أو بتحسدهم وبتطلعهم لغيرك. أنت شو عملت؟ منين عم بيجي الحسد؟ إذا عندهم ولادك لعبة ما تلعبهم على البلكون، حطهم يلعبوا فيها بالبيت، إلا إذا جبت لعبة للجيران. كل الكرم اللي على الطريق لأهل الطريق، بتبارك الكرم، ما بتقطف كل العنب، بتترك لغيرك، على البيدر بتترك للعصافير، في مشاركة مش شرك. ما في فايز فايز بالبنوك، كلهم بتشيلون. إذا فيك تصرف كل مالك، الذين جاهدوا بأنفسهم وبأموالهم، ومن حرقة قلبي بتحديكم، إذا في حدا مثلي بالأم العربية بتحدى من حرقة قلبي. نعم، بتشوف علماءكم الشر، علماء منكم تخرج الفتنة وإليكم تعود، مساجدنا عامرة في البنيان، كل المعابد خالية من الإيمان. ورجعت على أمة العرب لأني عشت بجماعات، وقلت بقى نعمل جماعة. لحد هلأ ما في جماعة، بس صار في أفراد بكل بلد، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة، واحد، واحد اثنين، وأعصر واحد. إن الكرامة قليلة. سلطان الأباريق، شوفوا كل واحد منا لازم يكون هيك. أنا عندي مركز، يعني أنا مهم لو كنت عم كنس الطريق. تتذكروا سيدنا عمر راح شيل الزبالة وجا، كنت أنا شلت عنك، قال له رحت عمر ورجعت عمر. وهذا واحد بس بيحط بريق حتى الحمامات، جاء واحد أخذ البريق منه، رجع جاء قشطوا إياه ورده وعطى غيره. قال له لك يا خي ليش عملت؟ قال له أنا هي وظيفتي، يعني لازم يكون أنا عندي وظيفة، مش أنت تجي تاخذ البريق، أنا لازم